بيليك عين الغلط متأكدة عقلي بيسأل قلبي ليه بعمل كده انت الوجع اللي انا مستحليا انت اللي مش ممكن اعيش لو مش معاك انا مدمنك مع اني عارفة انك طريق اخره سراب لانا قادرة من حبك اخف ولا قد اعراض الانسحاب مع اني عارفة انك طريق اخره سراب لانا قادرة من حبك اخف ولا قد أنا مدمنة ولا قد أعراض qualcuno che compri il tuo negozio? No, perché non voglio venderlo. Non intendo partire. هو انت اهلك قبلوا بموضوع السفر ومعيشتك لوحدك عشان المغنم بسهولة؟ أبدا. ده أنا لما بس قلت يا حلم قطعوني وقطعته. أبويا قال لي أنت لو كملتي في السكة دي يبقى أنا ما خلفتش بنت اسمها جليل. بس بيني وبينك أنا عارفة إن قطعته ليا دي عشان يحميني من أذى باقي العيلة. بكره ان شاء الله ربنا يحنن قلبهم عليكي وترجع المايه لمجاريها. ما عشان ما ترجع لمجاريها لازم احقق اللي وقفت قدام الكل عشان العتمه التي يعيش فيها رغم كل ما يلمع حوله يقف حائرا بين ما اراده لنفسه وما ارادته له الاقدار. ربما لو كان قلبه بيده لو كان مثل عقله مسلما بالمنطق والواجب بدلا من جموحه في دنيا الخيال لكان أضاء تلك العتمة. معلش يا عايدة بس نادية ممكن تلقط المرض بسهولة فالأحسن إن أنا أعزلك في الوقت الحالي. أنا هتفق مع ممرضة تجيلك كل يوم لحد ما تخفي. أنا نسيت أقول لك على قصة دكتور فريد ده كمان عنده قصة؟ مش طلع متجوز ومخلف عنده بنوتة زي القمر ومراته ست شيك وحلوة عمرك ما تفكري ان ممكن جوزها يكون بيعرف واحدة عليها. عايدة كانت اصلا مرات اخوه. الحرام مات وهي حامل. بعد ما خلفت بشوية اتجوزوا. افهم زي ما كل الناس فهمت انها مش شايفاك زي ما انت شايفها. ولا فاكرة ايامك اللي فات عليها عمر بحاله. والا ما كانتش راحت اترمت في حضن الراجل اللي بتروح له. راجل؟
كنتوا قافلين بدري النهارده ولا ايه؟ لا واخدين ساعه راحه. راحه ليه؟ انت تعبانه؟ لا ابدا، راحه يا عزيز عادي. انت كنت جاي عايز حاجه؟ لا ابدا، وانا مروح بس نفسي راحت الكاكاو بتاعك. تعالى بكره الصبح اشربه مع فريد لو تحب. انا لازم ادخل، سلمني على طنط. يوصل. معلش عطلتك عن راحتك. هنفضل على الحال ده كتير؟ الصبر يا ست كل اكتر من كده؟ انا بقالي اكتر من سنه. لا انت قصدتيني في الموضوع ده يا دوب من شهرين ثلاثه، وانا مش مقصر وبحاول على قد ما اقدر. الموضوع بس بياخد وقت وفلوس. بصي انا بسمع الجماعه الانجليز في السفاره بيقولوا مثل، انما ايه؟ نو نيوز از جود نيوز. بس انت بتاخد فلوس عشان تجيب لي اخبار من عنده، مش عشان تقولي ان مفيش اخبار، واللي بتاخده مش قليل. عارف، واللي بتطلبيه كمان مش سهل. لو حد عرف في السفاره ان انا بتطقص او بحاول اطلع على كشوفات اسامي الاسرى بتوع الحرب اللي فيها قطع عيش. ما تاخذنيش يا مدام صوفيا، ما فيهاش حاجه يعني لما تسمعي كلام قرايبك وترجعي بلدي، واديكي شايفه الظروف اللي احنا فيها. امال انا فين؟ ما دي بلدي. خلص قهوتك وتفضل، عشان انا كمان ورايا شغل مش عايزاه يتقطع. مساء الخير. مساء النور. انا كنت فاهم ان ما هي مدام صوفيا كانت لازم ترجع المحل، فبعتتني انا اقعد بناديه لحد ما حضرتك ترجع. متشكر جدا واسف لو تعبناكي معانا. لا ابدا، الناس اللي بعديها. الممرضه مشيت من ساعه، ادت لمدام عايده الدواء وقالت ان ميعاد الحقنه الجاي الساعه 8. انا راجع عشان كده مخصوص. طيب لو حضرتك عايزني انامها قول لي انامها. ما تتعبش نفسك، هطلعها تنام، مش عايزين ناخرك اكتر من كده. طب اتفضل حضرتك وانا هرد الباب ورايا. صباح الخير. انت من اهله. عاملة ايه؟ كيف أنا أنت؟ كويسة. كريمة اللي بتشتغل مع صوفيا قعدت بيها طول اليوم ولسه ماشية أول ما جيت. بصيت بنت ماجدة شوف لنا دادة عشان تقعد بيها. لا ما بيصير. ليه ما بيصير؟
ما في أحد أمامي المكان بعدها صغيرة. اللي بتجيبهم طنط مكتب بيكونوا بيعرفوا ينطفوا بس ما بيعرفوا يقعدوا مع أولاد. ما في أتركها مع حدا ما بعرفه. إذا كنا ما منأمن نتركها ولا مع نبيلة ولا مع نبيها. أنا فاهم بس المشكلة إن أنا مش هقدر أسيب شغلي ولا هقدر أغير مواعيد العمليات. والدتي تعبانة مش عايز أتلاقيها عليكي. وحتى لو جت مش هتعرف تعمل حاجة، مش هتعرف تقعد بيها طول اليوم. معك. طيب ليش مش كريمة بتقعد معها؟ بس كريمة مش تقعد. بس بتحب كتير الولاد. هيدا أهم شيء. فيها تقعد معها أنت وبالشغل. أقولك أنت أنا صحيت. ترجع منين؟ ما هي خدت اجازه وغابت من وقتها. احنا ناويين نجيب حد جديد بس مهما كانت شاطره عايده مش هتسيب ناديه مع حد ما تعرفوش. بس انتوا كمان ما تعرفونيش. بس اللي شايفيني يطمن. وعايده مش هتقدر تسيب ناديه مع حد تاني. ايوه بس صوفيا انا ما اقدرش اسيبها. ما تحملش هم. اللي مخليني بقالي طول الفتره دي شايله الشغل لوحدي يخليني اصبر اسبوع كمان. انت قلت انها تاخد اسبوع وتقوم مش كده؟ اسبوع 10 ايام بالكتير. كريم لو نايه هم عشان مكسوفه مني انا ما عنديش مشكله. لو في سبب تاني قولي ما فيهاش كسوف يعني. لا والله ابدا انا صعبانه قوي عليا ناديه ومش عايزاها تتبهدل. وانت كمان. يبقى روحي. وبعدين انت عارفه ان ده وضع مؤقت. الوضع التاني ان فريد هيجيبها لنا هنا. وانا وانتي عارفين ان لما حصل كده المره اللي فاتت اتشغلتي بيها عن الدنيا كلها مش كده؟ خلاص لو انتي مش ممانعه انا ما عنديش مشكله. انا ممنون لك جدا وعايده هتبقى فرحانه جدا لما تعرف انك وافقتي. انا لازم اروح دلوقتي عشان سبت ناديه معانا نبيله. انت عارفه مش هتعرف تقعد بيها. هنستناكي بكره. ميرسي ميرسي يا صوفيا. على اذنكم. بما انك هتغيبي كام يوم تعالي نقفل حساباتي الفتره اللي فاتت. انت لسه ما لبستش. لو عندك لبس مش نضيف سيبهولي عشان الغساله جايه النهارده. كلمينا ام ساره يا ماما. خدنا منها معاد. استنى يا واد انت. انت بتقول ايه؟ ساره يا ماما. كلمي هلا خدنا معاد. هكلمهم النهارده. طب انزل افطر. اعمل لك بيت بالعجوه؟ لا يا دوبك البس وانزل. شكرا. صباح الخير يا ناديه. صباح الخير. الله الفستان الحلو ده. معلش هلبسها واخرج على طول. براحتك عايده لسه نايمه. الممرضه هتيجي كمان ساعه وهتبقى معاها لحد الساعه 8 وانا برجع في نفس الوقت تقريبا.
انا هكلمكم كل شويه عشان اطمن عليك. اطمن. انا مطمن. انا بس بقول عشان لو احتجتوا اي حاجه. اوضه المسافرين على الشمال، لو احتجتي تريحي وناديه نايمه تقدري تريحي فيها. حاضر، عن اسمك. مش عارفه ليه ما حكيت لهمش بالتفصيل. قلت له لما يجي اخوك فرج ابقى احكي لكم مره واحده. يمكن خفت. خفتي؟ مش خفت خفت يعني، لعلمك بالعكس انا اخواتي هيبقوا اكتر ناس عايزين يتجوز، لانهم اكتر ناس كانوا ضدي لما انا صممت انها اتطلق. بعد كل اللي جوزك عمله فيكي؟ جوازه عليا كان بالنسبه لهم حقه، لان انا اللي ما عرفتش اجيب له حته العيل. اما اذيته ليا بالكلام فده كان طبعه اللي انا لازم استحمله، عشان ضل راجل ولا ضل حيطه. لعلمك موضوع الطلاق ده ما عداش بالسهل، مش بس ساعتها، لا ده لحد النهارده. يبقى خفتي ليه؟ ده بالعكس هما كده فعلا هيرحبوا. يمكن اتكسفت لما لقيت نفسي بقول لهم ان انا جاي لي عريس، يعني لقيت نفسي بقفل على الكلام من قبل ما يبدا. والله ما عارف ايه الخيبه اللي انا فيها دي. فاهم. احنا ما بنعملش حاجه غلط يا نعمات. جوازنا ما يخصش حد غيرنا، احنا مش صغيرين. لكن كمان كل واحد فينا عنده ناس متعلقه في رقبته، ومش من السهل ان نقول لهم انه حياتنا هتتغير، لانه ده معناه انه حياتهم هم كمان هتتغير. بس في الاول وفي الاخر هيوافقوا، لانهم اكيد عايزيننا نبقى سعداء. عندك حق، كل حاجه بتاخد وقتها. هما في الآخر ما يهمهمش لا سعادتنا، زي ما احنا برضو ما يهمناش غير ان هما يبقوا مرتاحين. والأمور لازم تاخد وقتها، يعني ما بتحصلش من يوم وليلة. المهم لما تحصل يبقى كل اللي حوالينا فرحانين لينا وبينا. أحمد اجري هات لي حنطور، قول له توصيله للمحط. هو انت مسافره؟ ايوه بسرعه يلا. كريمة، كريمة، معلش أنا مش عارف أقول لك إيه. أكيد الوقت اتأخر أوي. غصب عني، العملية طولت ومعرفتش أتصل بيكوا. حصل خير. رايحة فين؟ هروح. المطر شديد ومش هتلاقي حنطور في الوقت ده يروحك. ايوه بس انا ما اقدرش اقعد اكتر من كده. لو خرجت في الجو ده هتتعب. ايوه بس بصي، لو مصممه انا ممكن اوصلك، بس مش هقدر اسيب نادي لوحدها، ولو اخدتها هتتعب. لو ينفع تبقي هنا النهارده، اوضه المسافرين موجوده، فكري لحد ما اغير بدل ما انا واقف كده بنقط. ايه خبر؟ العفو حضرتك اتفضل. لحظة بس. أنا جايلك، أنا جايلك. لحظة بس. يلا. تعالي.
عنك عشان هدومها ما تتبلش. انا هاخدها تنام معايا فوق المسافرين. تعالي يا حبيبتي تعالي. بس لو صحي الجهنة في نفس الليل ما تصحيش حضرتك. شكرا يا كريمة. تصبح على خير. او انت من اهله. اتفضل. انت ايه اللي صحاكي؟ صوت الرعد قلقني، خفت. عشان تعرفي انك لسه صغيره. بل صغيره في عينك مهما كبرت. صحيح. اطمنتي على عايده؟ ايوه بس مش بطلع لها عشان ما تعديش، انا مش ناقصه. الحمد لله ان فريده اتصرف لحسن، انا ما كنتش هعرف اقعد بناديه خالص. بكره ما تخلفي تعرفي. الأمومة غريزة بتتولد جوه الست من يوم ميلادها، ويوم ما بتخلف الغريزة دي بتتملك منها. لما بقى أنا ساعات عايدة بتصعب عليا، يعني في أول الخلفة كانت قاعدة عند حماتها وكانت حماتها بتساعدها، بس دلوقتي هي قاعدة لوحدها ومامتها بعيد، مفيش حد يساعدها تاخد بالها من البيبي. خلفي أنت بس وهاتيلي حفيد صغير كده وأنا أجيب لك جيوش تساعدك، وأكيد حماتك هتساعدك، ويمكن كمان ساعتها يكون في حد تاني مستعد يقف جنبك لحد ما تتعلمي تعملي كل حاجة لابنك. حد مين؟ انت هتغير له كفولة ولا هتحميه؟ ده انا مش عارفة انت هتاخد بالك من نفسك ازاي لو انا مشيت. ما اللي هتاخد بالها مني هي اللي ممكن تاخد بالها منك ومن البيبي. انت اغلى واهم حد عندي في الدنيا يا نبيلة، ومش عايز حاجة غير اني اشوفك متهنية. وانا كمان يا بابا، انت مش بس اغلى حد، أنا ماليش حد غيرك. هيبقى ليكي، وعلى قد ما هتحبي جوزك ولادك هبقى عارف إنه ده مش هيغير أي حاجة من عاطفتك ناحيتي، ولا في أي حد ممكن يغير أو يقلل من حبي ليكي. بابا، هو أنت عايز تتجوز؟
ايوه جمع، متشكره قوي. صباح الخير. علي شاهين موجود؟ ندهولي اوهام لو سمحت. وانا قاعده لوحدي كنت تملي بالليله افتكرك لما كنا ليلتي نقضيها راغيه في السرير. كانت ايام. هو انت مش قاعده لوحدك؟ انت اتجوزتي من ورانا؟ لا طبعا مش للدرجه دي. انما هم عاملين ايه؟ ابويا وامي واخواتي. احكي لي عنهم كلهم. في ايه؟ حد جرى له حاجه؟ لا 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 بعد الشر. أمال في إيه قوليلي؟ لا بس أصل عمي تعب شوية من فترة وكنت محتاسة. قعدت أفكر وأقول لو كنت عارفة أراضيكي كنت بعت قلت لك تيجي تشوفيه. وبعدين ما كنتش عارفة ده هيريحه ولا هيتعبه أكتر. وهو عامل إيه دلوقتي؟ لا بقى زي الفل. هو بس كان عنده لخبطة جامدة والدكتور مشاه على العلاج وبقى تمام. بذمتك يا ميري ولا خبية عني حاجة؟ ابدا ابدا تصدقيني. المهم انت طمنيني عليكي، عايشه فين وازاي؟ حققت منيكي خلاص؟ امال انا جيت لك بقلب جامد ليه؟ صحيح هانت خلاص، كلها خطوتين والميه ترجع لمجاريها وترمي في حضنكم من تاني. مش فاهمه خطوتين ايه دول؟ اول خطوه اني هنقل هنا مصر عشان هبقى نجمه تياترو كبير، وتاني خطوه اني لما ارجع لاهلي ويلاقوني ناجحه وانا محافظه على نفسي وما روحتش في سكه الضياع ساعتها هيصدقوا في حلمي ويفرحوا لي. يا سلام لو هيوافقوا بيكي ما كانش قطعوكي من الاول. انا عارفه ان هم خايفين عليا لكن انا هرجع لهم ووريهم ان بنتهم ب 100 راجل وما يتخافش عليها، دي تخاف منها. مش عارفه اقول لك ايه، اهو انت ما خدتيش من الدم الصعيدي غير نشفان الدماغ. تقولي لي مبروك. لا افردي وشك خليها تتعدل. النهارده انا مش عايزه اي حد يقلب خلقته ابدا. ده لاحظ انه بادي بتقول جايبه لك حاجه نقاوه يعني. يا تونت انا ما قلتش اني عايزه اتجوز، حضرتك اللي فتحتي الموضوع ومشيتي فيه. احنا كنا كويسين مش محتاجين حاجه. شوفي البيت مالك يا نبيل؟ ابدا يا تونت والله انا بس مش عايزه حضرتك تشغلي بالك بالموضوع ده. ومش عايزه نقعد نتعب معانا الست لوحظ. تعبك راحه يا عروس وقرفتك حلوه. جايبه لك عريس يا رب يكون من بختك. ده انت لو لفيتي مصر كلها مش هتلاقي زيه ابدا. طب احكي لي عنه بدل ما تكوني جيتي على الفاضي. على الفاضي ده ايه؟ ده سي حسن ابن فكري بيه عبد الجواد. ده مين ده يا لوحظ؟ مش واخده بالي منه. ده ابن الست دوله الطيره، ست الستات. تقوليش عليها اميره؟ وبيتهم ده قصر. وهو كان بيدرس في بلاد بره ولسه راجع. كان بيدرس ايه بره؟ دكتور له شأن وقيمه كبار قوي وهو كبير امه وعايزه تفرح بيه. ده عنده كام سنه ده؟ 32 سنه، طول بعرض وهيبه. بالك انت امه لما شافت صورتك وسالت على اصلك وفصلك قالت لي انا ما رضلوش باقل منك ابدا. وانا قلت لها الست النبيله دي ست البنات وتستاهل ابنك. ده كفايه ان ابوها صدقي بيه. والنبي انا حاسه ان العريس ده هيكون من نصيبك. لا انا مش هقدر اكل الحلو دلوقتي. اصل النهارده هاخد عزيز ورايحين عند نظيره عشان يشوف ساره. قولوا يا رب نشرب الشربات. صحيح يا طنط؟ يعني كل اللي جبتهم له السنين اللي فاتت دي كلها على الفاضي. وبرضك في الاخر رايح ياخد ساره بنت الست نظيره؟ طب ما هي كانت قدامه بقى لها سنين.
النصيب بقى يا لواحس. ما تخافيش، لو حصل المراد بصحيح هحليلك بقك، حتى لو مش انت اللي جايباها. ده هيبقى يوم المنى، ده انا هوزع شربات على بورسعيد كلها. عقبال ما نبل شرباتك انت كمان يا بلبله. هيا يا عروسه، نقول للجماعه يجوا يزوروا؟ صباح الخير. صباح النور. حاسه ان حضرتك احسن النهارده؟ دلوقتي احسن، بس ان شاء الله اكون عن جد احسن، لان اوقات بفكر حالي شفيت وتاني يوم كون مش قادره ارفع راسي. معلش، هما يومين وهتبقي كويسه وترجعي تنوري بيتك من تاني. شفت نادية انت وفيتي؟ لابسه وجاهزه ومستنيه تطمن على حضرتك قبل ما تنزل. تنزل لوين؟ الأنسة كريمة هتاخدها ويتمشوا شوية في الشمس. بس الجو بارد برا، إذا بتريدي قولي لما تنزل. بالعكس، سيبيها تتشمس، ده شمس الشتاء كويسة خالص لعظمهم. وما تأخذنيش يعني، الميكروبة دخلت البيت، فالأحسن إنها تشم هوا نضيف. بليلة سخنة بس إيه؟ تستاهل بقكم. تسلم إيديك. ما جبتوش العيال معاكوا ليه؟ دول وحشيني قوي. لا، ما هي دي مش قعدة عيال. يعني ايه مش فاهمة؟ خير في ايه؟ كل خير يا اختي ان شاء الله، ما تخافيش. احنا بس عايزين نوقف لك ونفرحك. يعني ايه مش فاهمة؟ يعني الموضوع اللي حكيتي عنه، عاوزين نشوف احنا هنعمل فيه ايه؟ نعمل؟ تعملوا ايه في ايه؟ مش تفهمني؟ جريان يا عماد، مش انت اختنا برضك ولازم نطمن عليكي؟ لازم نسأل على اصله وفصله زي ما بيقولوا. لا يكون عارف انك كسيبه وداخل على طمع. ايه؟ هو اللي سايبك الشغل؟ ابدا، ده هو صاحب الشغل وولي نعمتي. مديرك في اللوكاندا؟ صاحبها. طب وده هيعوز يتجوزك ليه يا نعمان؟ اقصد انا خايف يكون بيتلاعب بيكي. ما كانش جه وقال يا جواز يا فالح. لا معلش، هو لسه ما قالش. طول ما الكلام مع النسوان يبقى لسه ما قالش. عايز يقول يقول للرجالة، يجي يثبت حسن نيته، يعني يطلب ايدك من اخوك الكبير زي الاصول ما بتقول يا اختي، والا مالكيش كلام معاه. انت الوجع اللي انا مستحليه، انت اللي مش ممكن اعيش
لو مش معاه أنا مدمنة. ولا قد أعرف الانسحاب، مع إني عارفة إنك طريق آخره سراب، لنا أدرى من حبك أخف ولا قد أعراض الانسحاب.